شكرا جزيلا الأستاذ حابك رئيس المؤسسة، وأهلا وسهلا بمعالي الأمين العام والوفد المرافق، وسعيدين بالحديث والحوار معكم. والأسعد نحن تحت هذا السقف، والمؤسسة الدبلوماسية نلتقي مع وزراء الحكومة ونلتقي أيضا مع أقطاب المعارضة، وهي ديمقراطية مغربية حقيقة نحن نحترمها ونقدرها كثير وننظر إليها بإيجابية كبيرة. تحدثتم معالي الأمين العام عن 10 إجراءات أنتم طرحتموها كمقترح على الحكومة، هل لكم أن يعني تضعون في الصورة ولو باختصار، لأنه طبعا الحديث عنها يطول، عن هذه الإجراءات، وأيضا هل الحكومة ليس لديها برنامج أو إجراءات، يعني وهل ممكن تلتقوا مع الحكومة في إجراءات يعني مشتركة؟ شكرا. شكرا. لا، هو البديل هو البديل يمكن أن يقرأ على مستويات عدة. لا، البديل يمكن أن يكون دعم وتجويد للمقترح الحكومي، ويمكن أن يكون أيضا يعني بديل في غياب مقترح حكومي. اليوم في ظل يعني غلاء الأسعار، أو ما نسميه في الحركة الشعبية بسعار الأسعار، هناك غياب وصمت حكومي. بالمقابل هناك أنين، هناك يعني تذمر المواطنين الذين أصبحت لهم معاناة يومية في الحصول على قوتهم عيشهم اليومي. فكان لابد باعتبار هذا الغياب وباعتبار على الأقل هذا الصمت، فكان لابد من تحرك في هذا الاتجاه. طبعا قمنا بطرح مجموعة أفكار تهم 10 اقتراحات، كما قلت أنية هي في الواقع 30 اقتراح، تهم 10 اقتراحات آنية، 10 اقتراحات على المتوسط، على المدى المتوسط، و10 اقتراحات طبعا على المستوى البعيد. أهم هذه الاقتراحات أولا هو التعجيل بإقرار دعم مباشر للأسر المعوزة. طبعا هذا الدعم المباشر، السؤال اليوم ليس فقط يعني تقديم هذا الاقتراح كشعار، وإنما الأجر أو التنزيل، هذا هو الأهم، وهذا هو الجواب الأهم، لأن اليوم استلهمنا من عدد من التجارب المعمول بها في بلدان أخرى إقليميا وجهويا ودوليا، وطبعا لنا قاعدة بيانات اعتمدت في ظرفية جائحة كورونا، وتم هناك تقديم دعم للمواطنين المعوزين. اليوم نتساءل ما يمنع اليوم باعتماد نفس القاعدة ولو بأخطاء، مثلا ربما سيغيب الضبط وستغيب الدقة، يمكن يكون هامش الخطأ 20%, 10%, 15%, 30%، ولكن هناك فئات واسعة ربما اللي ستستفيد من هذا الإجراء. طبعا هذا الإجراء ربطناه بتعبئة هوامش الميزانية عبر مرسوم قانون لدعم القدرة الشرائية. هي عملية يعني تعبئة الهامش الميزانية هي عملية ستمكن من توفير رصيد مالي مهم يوجه لدعم القدرة الشرائية، طبعا وفي زمن قياسي لا يتعدى 6 أيام، طبعا بموجب أحكام القانون التنظيمي للمالية. ومعلوم أن الحكومة سبق وأن استعملت هذا الإجراء في مناسبتين،
لما تعلق الأمر بتعبئة 16 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة، ثم أيضا كان هناك دعم استثنائي سبق وأن عبأته الحكومة لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء. على كل هناك إجراءات عدة، أنا حاولت غير ربما الوقوف على بعضها، إذا أردتم هي منشورة موجودة، ولكن الخلفية اليوم النقاش هو أننا نقدم، الحركة الشعبية تقدم نفسها كبديل، بمعنى إذا عجزتم فهناك بديل لا يعرف العجز ولا يعرف الهوان، ولا هو اقتراحية وبإمكانه أن وله جرأة وله شجاعة أن يقدم حلول، ربما حتى الحلول يمكن أن لا تنجح 100%، ولكن الجرأة تقتضي على الأقل أننا إذا وصلنا إلى حلول في حدود 70% أو 80% أو 90% نعتبر رأسنا أننا قدمنا شيئا خدمة للمواطن. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.